مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. واليوم اخترنا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، باش نشوفوا صيام الطفل. هو في مرحلة التعليم، هو يتعلم فقط، فكذلك الصوم. الصوم في هذه السن ليتعود وليتعلم مشقة الجوع العطش. كان جسم الطفل في هذه المرحلة قد يتعرض إلى الجفاف، لا ديزيدغاتاسيون كي لا بلو غراف. قبل وقت الاحتلام ماهوش واجب على الطفل أن يصوم. ننساش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك صوموا تصحوا، في الصوم صحة. صوم شهر رمضان أو شهر رمضان في حد ذاته هو نقمة لبعض الأطفال. لماذا؟ حصتكم الأسبوعية ولادنا تحت جناحنا تجيكم في شهر رمضان المعظم بحصص خاصة. هذه المرة راح نتطرقوا للصيام الطفل في رمضان وكيفية التعامل معه. يحضروا معنا أخصائيين باش ينورونا في هذا الموضوع اللي هو صيام الطفل. تقدروا تتابعونا على موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. كل الرحمات وأجر زيادة. رمضان 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 جاء، طل هلال طل في السماء. رمضان 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 جاء.